أهلا بكم مشاهدينا الأحبة في هذه المساحة، نتحدث عن ندوة أعلام من حاضرة سناو والحديث عن أيضا الجهود التي يقدمها مركز سناو الثقافي الأهلي. هذا المركز الذي يعمل على نهج عملي في الاحتفاء بعلماء عمان الذي كان لهم السبق في التأثير والتأثر في الفكر بشتى صنوفه. لذلك في هذه الدقائق نقترب أكثر من هذه الإصدارات الثقافية مع الدكتور محمد بن ناصر المحروقي، رئيس اللجنة العلمية المنظمة لندوة أعلام من حاضرة سناو. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا المساء الجميل. حياك الله. إذن نحن نتحدث الآن بالعودة إلى الوراء لسنتين تحديدا عن ندوة دولية ركزت على أعلام من حاضرة سناو، ولذلك تم إصدار مجلدين، وطبعا هم أيضا حاضرين معنا في الاستوديو. لذلك لو في البداية تحدثنا كيف كانت هذه الندوة وعن أبرز المخرجات التي من خلالها أصدرتم المجلدين. إن شاء الله، شكرا جزيلا. الندوة هذه يعني كانت في بتاريخ 15 و16 و17 أكتوبر 2019، يعني قبل كورونا بفترة طويلة نوعا ما. نعم. هذه الندوة يعني تحتفي بأعلام عمانيين ينتمون إلى مكان جغرافي هو سناو، منطقة سناو. هدفها الأساسي هو توثيق الإنتاج العلمي والعطاء العملي لشخصيات تنتمي إلى هذا البلد، وهي سلسلة أو هي حلقة من سلسلة حلقات قادمة للاحتفاء بأعلام من سناو. هذه الحلقة الأولى وستتبعها حلقات أخرى. الهدف التوثيق لعطاء هذه الشخصيات المعرفي والعلمي، أيضا لتجارب البشرية بهدف الاستفادة منها وبهدف تحليلها تحليلا علميا. قبل سبقت الندوة اجتماعات للجنة العلمية التي تشرفت برئاستها سابقا، وهي تنتمي إلى مركز سناو الثقافي، حتى نختار بعض الشخصيات، لأن سناو حاضرة من حواضر عمان المهمة وبها يعني إنتاج معرفي لا يعني جيد. فبالتالي كنا بين أن نختار لشخصية واحدة أو نختار عدة شخصيات، فلكل جانب عنده هناك يعني القلق، يعني لو اخترنا شخصية واحدة قد يكون الإنتاج الذي تركته هذه الشخصية لا يكفي، لو اخترنا عدة شخصيات قد يكون أيضا الوقت، ولذا اضطررنا لأن تكون الندوة في ثلاث أيام، وأن تكون على جلسات صباحية وجلسات بعد الظهر، وأن تكون أيضا جلسات علمية وأيضا فعاليات ثقافية، خاصة المشاركين في هذه الندوة أعلى يعني الباحثون من عمان ومن خارج عمان، من الجزائر ومن تونس، وحضر أيضا ضيوف شرف من تنزانيا، من زنجبار تحديدا. فبالتالي هم أتوا إلى عمان، فمن الضروري أن يتعرفوا على مفردات الحضارة العمانية ويزورون الحارة الحارات العمانية ويزورون السبل العمانية ويلتقون بالناس يعني وضمن التقاليد العمانية التي نعيشها ونتنفسها يوما بيوم. جميل. فهذه كانت الفعالية، واختيار الأسماء يعني اخترنا ثلاثة أسماء يمثلون مراحل زمنية مختلفة، بحيث أننا لا نقع في التضييق ولا في السعة غير المحدودة. جميل، وأكيد تم اختيار هذه الأسماء بعناية وفقا لما أسهمت طبعا في مختلف الجوانب الفكرية والثقافية. والجميل أيضا أن دكتور مثل ما تفضلت أنها بداية لسلسلة قادمة. نعم. ليتم تغطية مختلف الأسماء ويكون هناك نوع من الشمولية، كون نعم. الشخصيات العمانية كثيرة وإسهاماتها أيضا متعددة. نعم. هذه الشخصيات إذا تسمحي لي فقط على هذه الإشارة إليها. نعم. هذه الشخصيات نشأت في دوحة مدرسة الإمام نور الدين السالمي، فمنهم تلميذه الشيخ سعيد بن حمد بن عامر بن خلفان بن عامر الراشدي، وهو شخصية علمية فذة، عاش فترة قصيرة جدا 24 سنة فقط، توفي عام 1314، لكنه رغم ذلك رغم قصر المدة الزمنية إلا أنه ترك مؤلفات فيض المنان وعلم الرشاد و
وترك منظومتين يعني مطولتين في وصف الذات الإلهية، وترك غير ذلك من الآثار ومن من المسائل العلمية. وهو من تلاميذ الإمام نور الدين السالمي مباشرة، ثم أيضا من تلاميذ الإمام نور الدين السالمي الشيخ العلامة القاضي سالم بن حمد بن حمد بن سعيد بن حمد البراشدي. وهذا الشيخ الجليل الضرير منحه الله ذكاء وقوة في الذهن، وكان قاضيا للإمام سالم بن راشد، ثم بعد ذلك قاضيا للإمام محمد بن عبد الله الخليلي في نزوة، تولى القضاء في نزوة، تولى القضاء في سناو، وتوفي سنة 1371، وأثنى عليه علماء عصره ومن أبرزهم الإمام محمد عبد الله الخليلي الذي قال كلمة مشهورة، قال لو كان سالم بن حمد ماء لتوضأت به. العالم الثالث هو ناصب الراشد المحروقي، وناصب الراشد بن سليم المحروقي توفي 1992، وهو من الجيل الثاني بعد هذا الجيل تلاميذ الإمام نور الدين السالمي، هو من تلاميذ الإمام نور الدين السالمي، تلقى تعليمه في نزوة على يد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعلى يد جملة من المشايخ من أبرزهم الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، وهو من تلاميذ مباشرين الإمام الخليلي، وكان دوره في مجال التعليم وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، وأسس مع صنوه الشيخ حمو بن عبد الله الراشدي مدرسة في سناو، تخرج في هذه المدرسة عشرات طلبة العلم الذين قاموا بأدوار قيادية في مجال القضاء وفي مجال الولاية وفي غيرها من المجالات الحياة المختلفة. فهذه الشخصيات يعني اختيرت بعناية بحيث أن تكون ممثلة لأعلام آخرين، وإن شاء الله الأعلام القادمين لن يكونوا أقل أهمية عن هذه الأسماء التي ذكرت. إذن أدوار وإسهامات عديدة قدمتها هذه الشخصيات، ولذلك من المهم جدا أيضا توثيق هذه الشخصيات وما قدمته للأجيال القادمة، كون أن يعني هم يعيشون على إثر هذه الإسهامات من مدارس، من أيضا يعني آثار أخرى أيضا خلفتها هذه الشخصيات. دكتور، طبعا من خلال هذه المجلدات ذكرتم هذه الشخصيات في العديد من الأقسام، هل لك أيضا أن تطلعنا بمكنونات وأيضا الأقسام الأخرى التي تحتوي هذه المجلدات؟ نعم، هذا أعمال الندوة الدولية أعلام من حاضرة سناو في جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول، هذه الأجزاء الجزئان في ثلاثة محاور. المحور الأول عن حاضرة سناو من ناحية الجغرافية ومن ناحية التاريخية وكذلك من ناحية المؤسسة الوقفية، والمؤسسة الوقفية مهمة جدا في عمان، وهي موجودة في العالم الإسلامي وفي عمان موجودة بشكل حاضر، تسهم في الحياة اليومية للناس في مختلف المجالات اليومية. كذلك هناك بحث مهم جدا رصد فيه الباحث جملة من أعلام سناو في الحاضر في الماضي والحاضر، نافت على 50 شخصية. إذن المحور الأول متصل بحاضرة سناو، المحور الثاني متصل بالشيخ، دراسات حول الشيخ سعيد بن حمد الراشدي في المجالات المعرفية المختلفة، المجالات اللغوية، المجالات الفقهية، المجالات العقدية، كون اهتمامات ومؤلفات الشيخ تقع في هذه المنظومات الثلاث. كذلك هناك ملاحق في هذا الكتاب، ملاحق عبارة عن صور لزيارة الضيوف إلى ما أشرت إليه من الحارات القديمة ومن السبال وكذا. حاولنا أن يكون الكتاب ينقل الروح التي عاشتها سناو خلال 3 أيام من التفاعل الكبير والتفاعل الإيجابي، يعني كأنه كان عرس ثقافي وعلمي، وكانت المناقشات تمتد من قاعة المحاضرات إلى أبسطة المجالس في سناو. هذا بالنسبة للمجلد الأول. نعم، المجلد الثاني يسلط الضوء على أعمال الشيخ سالم بن حمد البراشدي في مجال القضاء وفي مجال التعليم. الشيخ سالم له دور، هو كان قاضيا للإمامين كما ذكرت، لكنه أيضا مؤسس مدرسة في سناو تخرج فيها مجموعة من أهل سناو ومن خارج سناو، وله دور أيضا اجتماعي ودور إصلاحي كبير جدا في البلد. سيكون المحور الرابع متصل بالشيخ ناصب الراشد المحروقي وأدواره في مجال العمل الاجتماعي ومجال التعليم. كذلك في هذا الكتاب ملاحق أخرى متصلة بالمناشط. المجلد الأول
ملاحقه متصلة بالحارات التقليدية التي نشأوا فيها هؤلاء الأعلام، والمجلد الثاني بالفعاليات اليومية للثقافة. هذا بشكل بسيط. أيضا الكتابة، أود أن أشير على أن لمن أراد أن يقتني الكتاب أن الكتاب هذا نشرته مكتبة بذور التميز، فلها شكر جزيل على ذلك، ومن أراد أن يقتني فهو موجود في هذا جميل المكتبة. جميل. إذن كتب وإصدارات بإذن الله ستثري الساحة الثقافية وستخلد هذه الشخصيات بما قدمته من إسهامات. نحن نشكر تواجدك معنا الدكتور محمد بن ناصر المحروقي، رئيس اللجنة العلمية المنظمة لندوة أعلام من حاضرة سنا. كل الشكر. شكرا جزيلا لكم. لكن لابد من الإشارة على أن هذه الندوة تمت في مركز ناو الثقافي الذي له دور ريادي في المنطقة، وقام بعدة ندوات. يعني الندوة الأولى كانت عن شارك مع مركز مع جامعة نزوة في ندوة عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، ثم عقد ندوة مستقلة عن الشيخ سالم بن محمد الحارثي، وهذه الندوة الثالثة. شكرا جزيلا. لا تقدمون المزيد في هذا إن شاء الله. كل الشكر. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة، وبعد هذا التجوال الذي كما تعودتم من خلاله نقدم لكم مادة إعلامية لكل ما حدث طيلة الأسبوع. نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد. نهاية أسبوع سعيدة نتمناها للجميع، ولكن تذكروا نستمتع بجميع هذه اللحظات ولكن بحذر. إذن مشاهدينا لقاءنا يتجدد في أوقات قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.